دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان ايضا اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجوله ال30 من اطار مباريات الدوري الانجليزي الممتاز. خلينا نشوف. بخصوص الأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة وزارة التموين والتجارة الداخلية هتطرح كميات من مخزون سلعة الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن اللي عندها طاقات إنتاجية متوسطة، وده لتحويلها لعلف للدواجن لصالح صغار مربي الدواجن. مع ضرورة الالتزام بالضوابط والمحددات المنشورة على موقع البورصة المصرية للسلع، وهتبدأ المصانع في تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع ابتداءً من النهاردة 8 إبريل والحد يوم الثلاث 11 إبريل. النهاردة هيتم إجراء غلق جزئي في شارع المطار بالتناوب بالاتجاهين لإجراء هيئة سكك حديد مصر أعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان شارع المطار الخاص بخط سكة حديد الصوامع، واللي موجود في تقاطع شارع المطار مع الشارع نصيف الأسعد لحد صباح يوم الحد اللي جاي. وهتكون الأعمال من الساعة 11 بالليل لحد الساعة 6 الصبح بدون تعطيل حركة المرور. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، أهمها مباراة مانشستر يونايتد مع إيفرتون الساعة 1:30 الظهر، ومباراة تشيلسي مع وولفرهامبتون الساعة 4 العصر، ومباراة مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون الساعة 6:30 بالليل.